المتحول الرقم اليوم هو سوف يساعد على حل عدد من المشكلات، عدد من التحديات التي تواجهها ماشي المجتمع المغربي فقط، المجتمعات الإنسانية كلها، مجتمعات بيئية، مجتمعات ناتجة عن تغير المناخ، مجتمعات ضغوط اقتصادية ناتجة عن الوباء اللي عرفناه في هذه السنوات الثلاثة الأخيرة. وذلك فالتحول الرقمي هو فرصة أنه نحل عدد المشاكل. اليوم كما تحدثنا في اللقاء ولا في المؤتمر تكلمنا على الشمول المالي، ولكن هو الشمول المالي خصو يوصلنا في هذا المطاف الى الشمول الاقتصادي، انه الناس يمكن لهم يولجوا الى يكون عندهم واحد الولوج للموارد الاقتصاديه، انه يكون عندهم موارد، عندهم الولوج للخدمات سواء ماليه او غيرها. والتكنولوجيا عموما، التحول الرقمي عموما ممكن يسهل هذا المساله. المؤسسات الماليه كجزء من النسيج الاقتصادي في اي دوله لازم تساهم، ويكون عندها اثر اجتماعي واثر بيئي واثر اقتصادي واثر انه تاثر، يعني يكون عندها واحد الدخل في كل ما هو يعني شمول مالي وشمول اقتصادي. فلذلك فالتحول الرقمي بجميع اصنافه، يعني من ذكاء اصطناعي، من بلوك تشين، من يعني جميع التقنيات اليوم المستخدمه، لازم انها تسخر لتحقيق هذه الاهداف. وخاصه ان المغرب هو يعني مندمج في هذه المساله ديال الاهداف التنميه المستدامه يعني المسطره من طرف الامم المتحده. وذلك فجميع مكونات كما اشرت له قبل، انه جميع مكونات المجتمع او المجتمع المدني وحتى النسيج الاقتصادي ككل، الجميع مدعو الى المساهمه في هذا الاهداف التنميه المستدامه. شكرا. سيادتك خبير في الماليه التشاركيه، كيف يمكن ان تساهم الماليه التشاركيه في تعزيز الشمول المالي؟ اليوم الشمول المالي يمكن نشوفوه، اول حاجه نفكروا فيها هي ذوي الدخل المحدود، ولكن تعرفوا بان الماليه الاسلاميه اليوم، الماليه التشاركيه في المغرب، راه عندها اثر ايجابي على الشمول المالي. كان عدد من الناس ما كانوش تيوجهوا للخدمات المصرفيه. اليوم تنشوفوا بان اكثر من 40% ديال الناس اللي خداو التمويلات 2020 كانوا التمويلات العقاريه خداو عن طريق البنوك التشاركيه. هذا 40% منها جزء كان فقط هناك تحول، يعني كان ممكن لهم ياخذوا بالماليه التشاركيه، وكان جزء ما عمرهم ما كانوا ياخذوا، كان ما كانش ماليه تشاركيه. فالشمول المالي، الماليه الاسلاميه تتساهم في الشمول المالي، ولكن في واحد الفئات معينه. اليوم الماليه الاسلاميه خصها توجه لفئات اخرى، لذوي محدود الدخل، انها تفكر في صياغ اخرى. هناك مثلا عندنا في القانون البنكي ممكن تكون هناك جمعيات ولا شركات ديال التمويل الاصغر التشاركيه، الان ما كان حتى شي مبادره باش تكون شي ترخيص في هذا المجال. شركات التمويل المتخصصه حتى هي مازال ما عندناش، يعني مازال الفضاء واسع ورحب باش يضم هاد الناس كاملين. وهي بطبيعه الماليه التشاركيه هي انكلوزيف، يعني مدمجه في حد ذاتها، لانه النموذج ديالها مبني على ماشي على ترانسفير ديال الريسك، يعني مثلا نحولش المخاطر، بالعكس تكون هناك واحد الميتواليزاسيون، يعني تشارك في المخاطر دو لابيلاسيون. من هذا جبنا الاسم ديال ماليه تشاركيه، يعني تشارك في المخاطر وتشارك في الارباح. فتنظن هذه الصيغه ممكن انها يكون واحد الاثر ايجابي على 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 الانكلوزيون فينونسيير، على الشمول المالي.